ألم لماذا؟ يكن في بالك نموذج ما؟ مثلا زكي نجيب محمود وهو الذي حاول أيضا أن يطلق يعني مشروعا منذ عودته إلى التراث العربي، العودة لا هذا المتأخرة هو جاء بكتابه بعد مني، تجديد. بعد مني لا هذا جاء بعدي، زكي أمين في الكويت. لكن كانت تفصلني عنه مسألتان. المسألة الأولى هو كتابه نهاية ميتافيزيقا أو خرافة الميتافيزيقا إلى آخره، وأنا هذا لا أستسيغه يعني بهذا النوع. وثانيا اتجاهه الوضعي، وأنا أدرس الفلسفة، والفلسفة في العقلانية في فرنسا يعني ضد الوضعية، أو على الأقل تبرز مساوئها او محدوديتها. احنا عقلانيه ديكارتيه يعني، نعم. فيعني يعني انا وياه مفصولين فلسفيا ومفصولين في رؤى دينيه هكذا، ميتافيزيق خرافه. طبعا الاديان اذا كانت خرافه فكل شيء خرافه، ارسطو خرافه، افلاطون خرافه، موسى خرافه. كيف؟